في أزقة مدينة تونس ضيق المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ما يزال الحرفيون يمارسون مهنا تعود لأجيال مضت وتساعدهم في الاستمرار المهرجانات التراثية وبيوت الضيافة التي تستقبل السياح. تونس القديمة المقصد الأول للسياح والزائرين، مئات المعالم التاريخية وعشرون سوقا تقليدية لبيع سلع متعددة أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي سنة 1979، منها محل محمد بن ساسي متخصص في تجليد الكتب، يشارك في برنامج مدينتي لتنشيط المدينة وتكثيف زيارتها. فعلى الرغم من ازدحامها في النهار تفتقد الزوار في الليل. في محله داخل الأسواق المسقوفة يشارك حرفي صناعة الأحذية الجلدية سهيل الفيتوري أيضا في برنامج مدينتي بهدف ألا تغلق المدينة أبوابها. من الأحلام بتاعنا وإن شاء الله يجي نهار وتولي واقع أنه تونس، المدينة تونس نحبوها تعيش بالليل شوية، تسهر أكثر بالليل. أصحاب الأعمال يحاولون ابتكار أنشطة جذابة مثل تنظيم دروس الطبخ ودورات تعليم الخط العربي. أما ليلى صاحبة إحدى دور الضيافة فتخطط هذا الصيف لتنظيم ليلة على السطوح تتضمن لقاءات مع مؤرخين وعروضا للأفلام ليحلو السمر للسياح والسكان. نحن شركات صغيرة نؤمن إيمانا كبيرا بإمكانية إنشاء ديناميكية ثقافية جديدة، لهذا اجتمعنا معا في إطار قانوني واحد من خلال برنامج مدينتي في محاولة لتشكيل مجموعة ضغط اقتصادية تكون فاعلة في تواصلها مع السلطات. إغلاق المدينة ليلا وفي العطل الأسبوعية عادة قديمة منذ أن كانت الدكاكين والأسواق تقفل أبوابها بعد المغيب وتخلو الأزقة من المارة، تقليد يجب أن يتغير لمصلحة المدينة العتيقة واقتصادها. نحتاج حقا إلى إعادة الافتتاح يومي السبت والأحد، تلك هي الأيام التي يتواجد فيها الناس. ثانيا، دعونا لا ننسى أن في المدينة 3 أو 4 متاحف مغلقة. يأمل المشاركون في تنظيم النشاطات أن تسهم مشاريع دور الضيافة وفضاءات الورشات والعروض الفنية في كسر نسق الحياة الروتيني وضخ أكسجين جديد في رئة المدينة التاريخية.